اوكي، صار وقت نحضر شي جديد. هاي تشيف، بونجور، كيفك؟ سافا، ماشي الحال؟ جود جود جود. اكل فتره الصيام يعني في صراحه مأكولات انا بحبها كل السنه مش بس بهالفتره. مزبوط، كل شيء له علاقه باللقطين، كل شيء له علاقه ب خضره بالاجمال. كلها سوا الخضره. سو اليوم شو حضرت؟ هلا بما انه على طول اكلاتنا بتعرف هلا فتره الصوم، وعلى طول اصلا الاكل لما يكون بس خضره بده يكون غني بشيء اسمه توابل، يعني بدك تكتر سيزنينج، بدك تكتر هيدي الاشياء لتعطي هالطعمه وتقوي هالفليفرز يلي موجوده. هلا اليوم عندنا اكلتين، رح نعمل فته عدس. اوكي اوكي، رح نعمل معها، رح نحط معها رح نعمل بدبس الرمان مع شويه كمون، رح نعمل لها شويه عاملين بصل مقلي، ثوم مقلي، رمان، الكزبره. اوكي، اكله مع لبن. لا ما بنحط اللبن ابدا. أوكي. هي هذه بنسموها هيك فتت قريبه شوي للاكله، اذا سمع فيها السوريه اسمها حرق اصبعه، اكيد مشهوره كثير، مع رمان، مع بصل مقلي، مزبوط مزبوط. هذيك بنزاد عليها بعد تمر هندي، بنزاد عليها هودي الاشياء. رح نعمل اكله ثانيه اللي هو الباذنجان المشوي بالفرن، رح نعمل له تتبيله، ورح نعمل له صوص بالطحينه. اوكي كمان هيك بيكون عندنا اكلتين خارج هذا، ما فيهم شيء ابدا من الديري برودكت واللحمه. اوكي، رح نبلش هلا بالاول. خلينا نطبق اول اكله هيك نشيلها دغري على السريع، بنظبطها. عندي عامل انا العدس اللي هي فتت العدس، هي الاكله الرئيسيه عندنا اياها. انا هون سلق العدس مزبوط، تركه يعني تقريبا ينطبخ على نار هاديه لحدود ساعه، فينا نعمله ب 30 دقيقه بيستوي. ما في مشكله، بس ليه نطبخه على النار هاديه؟ تما تفقع كثير معنا الحبه، ونضلنا تقريبا المي محافظين ما تتبخر المي بسرعه، ونحافظ على الفيتامينات يلي بقلب المي. اوكي، لانه بتعرف المي كثير بتسحب فيتامينز، خاصه الحديد يلي موجود بقلب المي. اوكي، يلي بيطلع من العدس. شو بدنا نحط معه هلا؟ عامل انا هون شويه كزبره، وبدنا دبس الرمان. مثل ما بلاحظ تركت ميته فيه، يعني خليت المي فيه، يعني صار تقريبا نصه مقشور ونصه بعده حب. مثل ما ملاحظ يعني تقريبا بلش يشد على بعضه. رح نحط هلا فوقه دبس، كثير منيح يتبل على السخن، اكيد مش على البارد، لانه هيدي اكله سخنه منا بارده. بدنا نحط شويه كمون، كمون سبحان الله بيلبق لهيك اكله. عندنا الملح اكيد، مجرد ما حطينا دبس الرمان، بنعرف دبس الرمان الحلو مش الحامض اللي عم نستعمله، لانه الحلب بيعطيها طعم كثير طيبه. بنحط لها هلا الكزبره، بنخلي نحط قسم كبير من الكزبره معها، بنترك شوي قسم ثاني هلا تنستعمله مع الصوص. بنتبلها كلها سوا مع بعضها. ثوم ما رح تحط؟ نحن شو عاملين الثوم المقلي اللي رح نحطه على الوجه، يعني نقليه على نار هاديه كثير ليصير تشيبس، هيك بنستعمله بنحط على الوجه ليعطي هالقرشه. وعندنا البصل، وعندنا خبز المرقوق المقلي. اوكي فيهم اكيد يستبدلوا هالاشياء كلها بالمشوي، اذا بيقدروا فيهم يعملوا البصل المشوي والثوم المشوي ويحطوهم على الوجه، كمان ما في مشكله. بتعرف الاكل كله ذوق، يعني اذا بنروح اكثر هلسي بنعملها هيك. شويه زيت زيتون اكيد، لانه زيت زيتون هو بيعطي هالطعم الطيبه. مثل ما ملاحظ صارت ايكول هي والصوص، يعني ما بتنشف بقى معنا، يعني بتاكلها تقريبا صار فيها هال متبله مزبوط كلياتها بالصلصه. هلا شو بنعمل؟ بنحطها بقلب جات فخار، روعة. يعني مثل ما ملاحظ تقريبا منا كتير منشفة، وفيها المي موجود بقلبها لما تطلع معنا الطبخة كتير ناشفة، خاصة لما نكون عم نستعمل كل شيء اسمه حبوب. وبتعرف انه الفتة على طول لازم تكون ليكويد، منا يعني ما عم نعمل نحنا مجدرة او مدردرة. صح، نحطهم كلهم هيك. يلا دان. اوكي، هلا بنحط كل شيء اسمه توابل فوقها. اكيد بدنا نزينها بالمطيبات كلها، هالاشياء اللي بتقرقش فينا نخليها بارت منها على فرد مال مشان ما تش معنا، اكيد لانه في اشخاص بيحبوا هالثوم وهالبصل كله يدل فيها الطعمه موجوده. هلا رح نبلش نحط، رح حط البصل اكثر شيء اللي هو مينلي البصل بيلبق لها كثير.
البصل بدنا نلته بشوية طحين ونقليه على الرايق يلي عنده ترمومتر بالبيت يحطه على حرارة 150-160 درجة تينشف مزبوط تيطلع معنا الشيبس لأنه بتعرف الزلفة ماي بقلبه بيرجع يتش. أوكي هلأ بنحط فوقه الثوم يلبق لقداه فيه كنا تحطه من هال صح من هالثوم وهالبصل بيطلع بتخف على كل حال طعمة الثوم لما بتنشفها هيك يعني مش نفس ايه ما بتعرف تحس بطعمة الثوم القوية مزبوط مزبوط رح نحط لها هلا هيك فرمة نعناع صغيرة على وجهها هون عندي مورق نعناع مزبوط بدنا اياه هون ليه نعمل هيك اخر تك النعنع لانه ما بدنا اياه يسود ما فينا نفرمه قبل بوقت لانه كتير بيسود معنا بس حلوين هالورقات حلوين مزبوط هولي فريش 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 طازة من المسبكة هولي عطفهم هلا من جنيني هولي اكيد مش من مثل ما ملاحظ ما بيسودوا معنا بدلوا ناشفين لانه بتعرف بس يقدر منهم الزوم دغري بينشفوا مرش عليهم هالنعنع هيك بيعطي هيك فليفر طيبي سافير تعقد للنعنع اوكي عندنا الرمان وعندنا الخبز المقلي بنرشه على الوجه بالاخر كمان رش من الخبز المقلي ونترك شوي من الخبز على فرمان لانه بتعرف الخبز دغري بده يتش سو هيدي اكلتنا اول اكله خالصه طيبه بيوتيفول رح ننتقل هلا للاكله الثانيه بدنا نعمل الصوص والتتبيله تبع الباذنجان هلا هون الباذنجان رح نعمل باذنجان مشوي اوكي مثل ما شفت حطيتهم بالفرن تقريبا بدهم up to 30 minutes ريحتهم طيبه مزبوط رح نبلش نعمل عندي هلا شغلتين خلينا نجمع شغلتين عندي التتبيله وعندي الصوص الصوص مؤلفة من الطحينة من الزيت من السماء بنحط لها شوية سكر لأنه بدنا نحليها شوي السكر الأسمر بنحليها شوي للطحينة وعندنا هون التتبيلة اللي هي بدنا نتبل فيها الباذنجان بس نشيلها من الفرن أوكي. أوكي عندي هلأ الكزبرة الحب بنحط كزبرة حب بنكسرهم شوي صغيرة هيك تيطلع هالأروم منهم نرجع منضيف فوقها زعتر عندي حر خشن بابريكا حر ما كتير حر ما كتير حر والله قلت لك ما في تيستينج بهالفترة حط حر قد ما بدك بحبحت لك بس لا اليوم لحشتك جبت الحر الخشن يلي منه كتير حر عرفتك معي اليوم بالحلقة بقى تنتفادى هيدي الشغلة تتقدر تدوق بدنا شوية مي تنعمل مثل معجونة صغيرة هيك بتفوت كل الطعمات ببعضها المي بيجمعهم مع بعضهم مزبوط بدنا شوية ملح بس نشوفها لقطت كلها على بعضها نرجع نضيفها المي لأنه ما بدنا إياها تبرغل بدنا إياها تدلها تقريبا صوص لتنقدر نحطها على وجه الباذنجان هلأ من بعد ما نشيله من الفرن هلا صار عندي هيدي المي هيك كلها جاهزه هلا مزيد عليها كمان شويه زيت زيتون هيدي التتبيله صارت روعه هيدا قال بس نشيل الباذنجان من الفرن دغري منقصقصه منكبها التتبيله بقلبه خليها تفوت كلياتها على قلب هالباذنجانه هيدي الصوص صارت جاهزه ننتقل هلا بس هيك اوت اوف ايه ريحتها حلوه ريحه زعتر وكمون اكشلي الزعتر والكمون هو الاكثر شيء طاغي هلا رح نبلش نعمل الصوص الصوص يلي هي رح نحطها على وجه الباذنجان من بعد بنحط عليها الخضره الفجل والزعتر الاخضر رح نحط هلا طحينه الطحينه بيلبق لها الحلا مثل ما بتعرف على طول يمكن عاد بيتفاجئوا انه ليش عم حط له شويه سكر بتعرف كمان مثل الـ الاكل الارنبيه فيها سبع اصناف حوامض طيبتها هي بالحامض اللي موجود بقلبها سماء سكر اسمر بزياده عقده صفرة اساسي رشه ملح لكن ده صوصتنا سريعة مانا صعبة كتير مي
نتحمل كلهم سوا مع بعضهم بيصير عندي هالصوص جاهزه لنقدمها كمان. لانه الطحينه مش يعني في صعوبه لتدمج الطحينه مع غير مقادير، في صعوبه كثير. وهلا صرت دارجه على حجه انتشار الفلافل بكل دول العالم، صارت هالطحينه عم بيستعملوها كثير بكثره خاصه بالدول الاوروبيه. بتعرف لانه هلا كثير من العالم عم بيحبوا هالفلافل لانه فيجن ايتم، عم بيكون بيقدروا ياخذوه از ميكرز بيهدي معهم لكل النهار. ليك لونها شو حلو، اكيد من العقد الصفراء. السماق بيعطيها حموضه، السكر بيعطيها الحلا. طلعت على القد هيدي اياها الصوص. حتى التراتور بس بدهم يعملوا التراتور ما يحطوا الحامض بالاول، يحطوا المي يطحنوه هيك بهيدي الطريقه تما يتعذبوا، لانه بتعرف بعد العود كثير بيتخانقوا مع مع التراتور. بس تحط لها الحامض وتجبل وزبطت وما زبطت. سو هيدي اياها خلص جاهزه، رح نحطها هلا بكيس صغيره لنرجع نسكبها على وجه الباذنجان. صار عندي هالصوصات اثنيناتهم جاهزين. هلا رح بدنا نشيل رح نحط هلا هون عندي الباذنجان تقريبا بدها بعد شوي صغيره روعه. يلا اون تايم على قد. هلا هون رح نتبل لها الحمص للباذنجان. عندي الحمص هون اوريدي انا مسخنه، رح بيتقدم الحمص حدا على فردمل الباذنجانه، بنحط له كمان شويه كمون بقلبه، بنخليه يغلي شوي صغيره مع زيت زيتون وشويه ملح. يعني تقريبا فيك تقول مثل البليله، ما عم نزيد له اشياء لانه بالنهايه منه اساسي بالاكله، الاساسي هو الباذنجان. هلا خلينا نحطهم هيك كلهم سوا مع بعضهم. خلينا ننتقل نشيل نعمل هالباذنجان هيك استويت. يلا قبل ما نفوت على الدعايات، كيف نعرف باذنجان استوت؟ دغري بتشوفها عم بتجعلك، يعني بس تحط اصبعك عليها دغري بتشوفها عم بتجعلك. هلا بدنا نفتحها. واو مجمره. هلا بدنا نفتحها بالنص هيك. روعه. تعقد على القد. بنجرحها لا تفوت هالتتبيلة على قلبها، حط التتبيلة فوقها. شو راح تقدمها مع جلدتها؟ تتقدم مع جلدة لأنه بالملعقة بدك ترجع تشيلها. صح صح. من قلبها. وطعمة قشرة الباذنجان المشوية سيبون. قشرة الباذنجان طيبة، وخاصة إذا بدنا نعملها أكثر على الفحم. على الفحم تطلع فيها بعد حرقه، هي شعطه الحريق، شعطه الحطب. ومش بس فحم، الحطب اطيب واطيب لانه في فرق بين الفحم وبين الحطب حتى بالشوي على النار. الفحم بيعطي طعمه السموك، الحطب سوري الحطب بيعطي طعمه السموك، الفحم لا ما بيعطي. كمان زيت الخبريه. خليها يفوت عليها مزبوط. نحن ردي؟ يلا نحن ردي. نحن ردي. إذا شيء بنرجع بنكفيها. ناخذ وقفة سريعة وبنرجع بنشوف التقديم الأخير لهالطبقين. بريك وبنكمل. سو مشاهدين حضروا تقريبا كل التحضيرات لهالطبقين. فتت العدس خلصت بوقت كتير سريع، ما كان في غير العدس يعني مسلوق بس الباقي ما اخذ وقت. مزبوط. الباذنجان طلعوا من الفرن، الصوص اللي حضرها انوضعت عليهم ليشربوها، حطينا الزعتر. فجل مهروم كتير صغير، مفروم كتير ناعم، فجل كمان نحطه هيك على وجهه. ما بيبقى الا نحط الصوص، ويلي بحب يحط حر كمان
ما في بروبلم. والحمصات والحمص حده اون ذا سايد اون ذا سايد مزبوط. هيك بيكون صار عندي طبقين جاهزين سامبل سريعين بتاكلوا بفتره الصوم وبيشبعوا كمان شوي العين لانه الناس هيك طلع بدها تغير شوي من الستاندردز التقليديه اللي بناكلهم بفتره الصوم. على كل حال صوم مبارك لكل يلي صايمين. شيف شرب الصافي ميرسي على هالطبقين. ميرسي لك. ثانك يو فيري ماتش. نحن رح نكمل برامجنا بعد في عنا فقرات بعد في عنا ضيوف خليكم معنا.